لو الحكاية فيها إن فيديو مدرسين في مدرسة تبع إدارة ستة أكتوبر التعليمية اشتغلوا بالأجر بالفعل 3 سنين وجاي أساميهم التنظيم والإدارة والمالية محدش يقدر يشطب اسمهم أبدا ولا يشيلهم لأنهم دول سمحوا وليهم فلوس وليهم ميزانية. فوجئنا بلجنة المتابعة جاية قفلت على ناس وشطبت على ناس كتير جدا جدا وليهم أحقية وشغالين بقالهم 3 سنين وبيقبضوا مرتب وليهم قدرهم انصراف. جينا اشتكينا في المديرية التربية والتعليم في الجيزة قال لك اشتكي مطرح ما تشتكي دي أسامي موجودة احنا رحنا وشفناها بالفعل هما لا راحوا شافوا ولا بالفعل. في ناس شغالة بقى 3 شهور جالها عقود في ناس بقالها 3 سنين و4 سنين ما جالهمش عقود وفي ناس شغاله بقالها شهر جالها عقود وفي ناس ما اشتغلتش خالص نايمه في بيتها وهي وجايه من بيتها ومن سريرها وعمل لها عقود وفي قريبها اللي قريبها وكيل وزاره واللي قريبها مدير عام واللي قريبها مدير مديريه وكل دول انما الناس الغلابه ما بيجيلهمش عقود. طب هم عددهم قد ايه بالظبط يعني؟ العقود بتاعت اكتوبر كلها كانت 300 420 عقد اللي توافي عليه 129 عقد بس والباقي كله اتقفل عليه مش موجود غير مدام يستدل عليه عشان يتحط بدلهم اسامي ناس ثانيه. مع العلم ان انا واحده نزل اسمي في الماليات حضرتك ودلوقتي لقيت فوجئت ان اسمي مشطوب وبعدين بعد كده قالوا لي اطلعي على المديريه طلعت على المديريه بقول لهم قالوا الافاده بتاعتي من ليا سنه في الاليوبيه قالوا حضرتك مالكيش السنه اللي هي في اداره ثانيه مش هتنفع. طب السنه دي انا دلوقتي 3 سنين ونص طب السنه دي راحت فين هيودوها فين طيب وشطبوا على اسم مع ان اسمي في الماليات والمفروض ان هو في التنظيم والاداره يشطبوا على الاسم ليه مش عارفين مين اللي شطب على الاسم ما احناش عارفين عشان بيقولوا لم يستدل عليه علشان يتحط مكانهم اسامي ناس ثانيه. اه حضرتك انا عايزه اقول حاجه احنا في الاول خالص اول ما قالوا لنا قدموا افاداتكم قدمنا كلنا افادات تمام والمفروض الافادات دي بقالها مده كبيره لفت على التنظيم والاداره ولفت على الجهاز المالي وخدت موافقات من كل حاجه دلوقتي اتشطب على الاسامين على اساس ايه بعد يعني ما هم وافقوا على ورق فاضي اتوافق فيه على ورق فاضي ولا في اسامينا اوريدي بيراجعوا الاسامي بتاعت الناس كلها بعد ما الموافقه جت من التنظيم والاداره والماليه انتوا عايزين تراجعوا راجعوا قبل ما الكشوف تيجي وقبل ما الميزانيه تسمح لها وقبل ما اي حاجه تيجي المفروض ده الصح اللي احنا بنعمله المفروض لجنه من وزاره ولا من ماليه براجع الاول الناس دي واروح اشوف بالفعل في المدارس ولا لا وبعدين اعمل لها عقد مش اعمل لها العقود وبعد كده اجي ادور على اساميهم بعدين لحظه برضه عايز اسال حضرتك وايه مصير الاسم اللي نزل في الماليات ده مع افتكار مصيره بقى مصير ايه الاسم اللي نزل في الماليات واتشطب عليه ايه مصير مين اللي هياخده طيب حضرتك هتعملي ايه بقى احتجاجا على ده يعني ايه اللي انتوا هتعملوه احنا مش عارفين احنا جينا قالوا حضرتك الاسامي دي هتخش موازنه تاني طبعا مفيش حاجه اسمها موازنه مرتين مفيش هتخش اهو اساليهم بقى على فكره احنا عرفنا العقود دي اخر عقود نازله لان اصلا وزاره التربيه والتعليم منع خلاص ان في حاجه اسمها تاني يبقى عقود او الكلام ده يبقى الكلام كله تعيينات فبعدين ما يضربوش علينا ويضربوا الافادات واداره شمال حضرتك اداره شمال شمال الجيزه كان بيتباع بيها العقد ب 12000 جنيه واداره مش عارفه العمرانيه ولا ايه ب 7000 جنيه احنا بقى غلابه اداره اكتوبر غلابه معناش لا 1000 ولا 2000 ولا 3 ولا 10 عشان كده عيالنا اتقفلت عليها بمعنى اصح احنا موظفين في اداره 6 اكتوبر التعليميه ودول مدرسين كلهم في الاداره التعليميه السنه اللي فاتت احنا اتكلموا عن حقوقكم كلها قريبنا في الامتحانات اولا تعالى يا استاذ عزه تتكلم انت شهر وست شهور لا مكافاه كمان قولوا اسم مدرستكم يعني مفيش مرتبات ولا مكافئات ومطالبين ان احنا نراقب في الامتحانات وهنيجي ونرتبين اليوم بقى اليوم ده احنا في مدرسه العاشر كله نزل كمان ولا اي حاجه